أنا اللي غلط، أنا اللي انفعلت، بس هم ما يصير يا أختي. قال بسامحك إذا طلقت سعاد ورديت إيمان. عمتي منيرة لما تيجي تزورنا ليش ما تجيب عيالها معاها؟ شيني هذا اللي تنشد عن بنات منيرة؟ إذا ما عندك شيء قعدي معاي خلنا نسولف شوي. من صدقك أدش المكتب ألقى البريد. هالمدير مو طبيعي، يحب الأعصاب، ما يعرف يطلب شيء بهدوء. يعني اللي صار بالعائلة مو شوية. كم مرة أنا قايل لك أوزن الكلمة يا أخي؟ بالهداوة عليه الولد ما يقصد. حبيبي إيش رأيك أرد دوامي؟ المرة السنعة هي اللي جاب بيتها وعيالها، هذا الشغل. تفضل. هلا هلا ماما، شو تسوين تدرسين؟ اي والله انزلي وايد حوسه. الله يعينك. انا جاي بكلمك في موضوع. يا الساعه المباركه. حاضر، بس تكفين لا تجيبين لي طاري فواز لان انا وراي تركيز. ان قلتي لي فواز ما راح اركز بشيء، وانا عارف طبعا مواضيعكم كالآتي: فواز وهدى. هدى رفيجتي، أنا ما عندي مشكلة أكلمها، بس عاد مو كل شوية أكلمها أقول لها فواز وفواز. عيب عيب، أنا صدق أبي أفتك منه، بس مو معقولة. يعني هو خلي يركض شوي، وهو إذا يبيها يروح يتقدم لها بمجهودة، ما يصير إحنا كل شوي نكلمها. عيب، هم فشلة والله فشلة حيل. جمال، الموضوع يخصك أنتي. إيه أنا؟ إيه شنو فيش صاير؟ هذا خبر يونس صديق. متقدم لك شاب ينن واحد، شو اقول لك؟ كل المواصفات الزينه فيه. طبيب طبيب. لا يما، وانا لا يما، شوفي اسمعيني بس، انا شاورت ابوك وقال ما عندنا مانع الا نستقبله هو ويما في البيت علشان تشوفينه. لا لا لا، شلون اشوفه؟ شو اسوي فيه؟ لا يما، بعدني بالجامعه سنه اولى، من صدقك شلون؟ لا انسي الموضوع، انسي يا يما. يا حبيبتي البنيه اللي اياها نصيب زين، مو لازم الطوفه، لان بعدين بتحسفين، يمكن ما تلاقين احسن منه. ان شاء الله ما اتحسف. اقول لك طبيب طبيب. اسمعيني طبيب على نفسي. لحظه لحظه لحظه. هلا هيفا. ألو، هلا حبيبي، وينك تأخرت؟ صج؟ دشيت الفريج؟ يلا الو، ها كل شيء تمام؟ زين، يعني مشكلة ولدك مع المدرس انحلت. حلو حلو. زين الحين خلينا من مشاكل ولدك، انا خلنا سكر الحين لين وصلت البيت. بدينا بالغيرة. بكلمك بس خدت نام اول شيء بعدين اكلمك. لا لا، نامت ان شاء الله، تسحب تحت واكلمك. إلا نطريني، لا تنامي. يلا باي. هلا هلا حبيبي. هلا. ليش كذي طولت؟ إن شاء الله تبارك الرحمن، إيش حالات الصايرة؟ إيه كذي الوحدة تكشخ تنطري لها؟ وبس كذي، وبعد طبخت لك عشاء، وأبيك تقول لي رأيك الصج. بعد زين، شو التطور؟ زين عيل، تنطرين اروح ابدل وانزل لك. تم اوكي. مم.
فيه ابوي؟ ابوي ايش فيه؟ هيفا قولي ايش فيه ابوي؟ وينه؟ ابي اشوف ابوي في اي غرفه. وين؟ اقول لك بس الدكتور يقول له عنده جلطه. لا لا وي 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 دكتور قال لك الكلام هذا؟ يا بابا يا بابا يا بابا شلون يا الجلطه زوينا؟ انا ابي اشوفها ابي ادخل عليه ابي حاجي ابي اشوف ابوي. تكفين يا هيفا. تعالي يا نيرة قاعدة عيني من الحرارة الحرارة الصحيحة قاعدة. قولي لا إله إلا الله. الله خير نعرف صاير. يا بعد أمروبة يا بعد أمروبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بخاطري اشرب قهوه يما، ما تبين اسوي لك وياي؟ حقك علي، أنا آسف، ما كان المفروض أقول اللي قلته. الله يسامح اللي كان السبب اللي خلانا منبوذين بهالعائلة، كنا مرتكبين جريمة ومتزوجين على سنة الله ورسوله. أبوك قلبه صخر وما رحمني أنا وولدي، أنا ماني مسامحته ولا محللته. سعاد، ترى مهما كان ومهما صار ترى هذا أبوي وما أرضى عليه. ترى حتى أنا غلطان، إيه غلطت وعاندت وحطيت راسي براسه، ومهما كان ترى أبوي ريال كبير وعود. الحين زواجك مني يا عبد الله صار غلطة؟ قول إنها غلطة، قول. استغفر الله يا بنت الحلال، أنا ما قلت كذي. ليش تأخذين ذيل السالفة وتبنين عليها وتقولين عاد من عندك؟ سمعيني للآخر. يا حبيبتي، أنا كل اللي أبي أقول لك إياه إن كان المفروض أقنعه، أفهمه، أقول له إن أنا أبي أكمل حياتي معاك مع البنت اللي أبيها، مو اللي هو يختارها لي. أبي يفهم ويقتنع أن أنا أبي هالبنت وأبي أكمل حياتي معاه وسعادتي وياه، وهذا نتيجة اللي أنا سويته وعاندته، وهو سوى اللي براسه وأنا سويت اللي براسي. استطمني، تراني راضي للي سويته وراضي باختياري. يا حبيبي يا يبا، يا هدفي يا رب تشافيه، يا رب تشافيه يا رب. دكتور طمني هلا. اهدوا يا جماعه، اهدوا يا جماعه، الحمد لله الحاله مستقره، عدينا مرحله الخطر خلاص، بس هيظل معنا بس نعمل له بعض الفحوصات عشان نتاكد من سلامته. هزك اقدر اشوفه؟ معلش مش هينفع النهارده، انا حالته برضه ما في شيء. والله ما في شيء، قناتك ما في شيء. انت حبيبتي بس قلبي، لا تعورين قلبي. الحمد لله يا رب. حبيبتي يدي قوي وان شاء الله الله بيعطي طول العمر ويشوف احفاد احفادنا ان شاء الله. خلاص فواد، فواسطة ما تدري قديش بالنسبة لي، هو اللي مربيني، ما تخيل البيت بدون لحظة، لو يصير في شيء والله العظيم أموت. بسم الله عليك، بسم الله عليك، ولو كنت طولت العمر اثنينكم، خلاص قوي دكتور طمني، قاعد قدام عينك، خلاص يبا. الحمد لله. الحمد لله.
الهشمي هاي يبا هاي يبا قاعد شنك ها؟ شو السالفة؟ شو قاعد براحاتك وقاعد غرفتك؟ فيك شيء يبا يا سما شر؟ لا لا يبا بس مغمود شوي من الغرفة قلت أشم هوا بالصالة. هاي دام إنك مغمود ومنحاش من غرفتك وياي هني أكيد ببالك شيء مسهرك وما غلاك تنام. يبا أنا آسف يبا، أنا أدري إني تماديت قدام عمتي منيرة وما كان لا داعي لحكي يعني. ما عليه يبا، دام أنت عرفت غلطتك واعترفت فيها مسامحك، وإذا على زعل أمك مرادها بترضي يبا، أمك طيبة وعرفها زين. أبي أقول لك شيء بس متردد الصراحة. شلون متردد والله يا يبا؟ نسيت ان احنا ربع؟ نسيت ان انا عمري ما عاملتك معاملة الاب وولده؟ وبعدين في احد يتردد ويستحي قدام رفيجه؟ لا محشوم يبا بس يبا شوف انا عزمت. لا دام فيها عزمت لحظه شوي ونويت بعد. هم نويت؟ تعالي اقوى اقوى تفضل. ها يلا غرد قول. يبا في بنية بالجامعة توها أول سنة ماخذة قلبي. الحين أنا ما يهمني إذا هي ماخذة قلبك، أبي أعرف إيه هي شنو شعورها صوبك. يبا الصراحة ما صرحتها بشعوري بس أحس لاقين على بعض. زين دام تحس لاقين على بعض وعلى كلامك، بس مو كنا شوية بدري على هالكلام يعني؟ تخرج أنت أول شيء من الجامعة، تعين، توظف، تالي بعدين إذا تبين نخطبها لك ما في أي إشكال إذا كانت البنية تناسبنا ومن مواخذنا ليش لا؟ هي من مواخذنا وتناسبنا بس أخاف الزواج ما يتم. زين شلون يعني؟ فهمني إياها هذه والله. شلون يعني هي من مواخذنا وتناسبنا وممكن ما يتم الزواج؟ لغز؟ لا مو لغز. هي لأن هي جمال بنت عمتي منيرة. حبيبتي تأخرت عليك؟ تعيش من غير نكد. استغفر الله العظيم. الله يهديها. ايش قلت؟ انت صاحي مينون واعيش قاعد تحكي فيه؟ انت مو قبل شوي تعتذر لي تقول لي انا اسف سويت لك مشكله مع اختك؟
يعني انت هالشوم؟ الحين ما حبيت بنات الديره الا بنت منيره؟ انت ما تفهم، انت ما تشوف ان عندنا مشاكل مع العائله؟ ما تدري ان ابوي مقاطعني؟ ما تدري ان اختي ما تقدر تعصي ابوي عشان تزوجك بنتها؟ هذه الفرصه الوحيده اللي ابوي لازم ينتقم فيها مني. سلم رقبتي. لا يا ليت تمشي، يا ليت يبا، زواجك ما راح يتم، منيره ما راح توافق تزوجك بنتها، فاهم ولا لا؟ يبا مشاكلكم هذه مالي شغل فيها، البنيه عجبتني وابيها. انت مو صح، مو صح. يا انا اكلمك بشرق انت تكلمني بغرب. انا اتمنى هالاعجاب هذا اللي انت قاعد تقوله ما تصير مشاعر حقيقيه. انا ابيك تنساها نهائيا، انسى يا اخي. اسمع الكلام اللي بقول لك اياه الحين، اعتبره امر وتنفذه غصبا عليك. تركز بالجامعه وتاخذ شهادتك وتتخرج، واذا شفت بنت عمتك مره يمين انت تروح شمال، تهدها يعني تهدها ولسانك ما يطب على لسانه، تفهم ولا لا؟ ومشاكل ما ابي، كافي المشاكل اللي على راسي. صباح الخير. صباح النور يا يمه. ليش بعدك ما رحت المستشفى؟ بعد ما تعرفين ابوك يبي له ساعتين لما يجهز، تقولين عروس. الحين يسبح ويجهز ونروح. زين يمه معلي، انا ما راح اقدر اجي المستشفى الحين لان عندي امتحان لازم اروح الجامعه. عندك امتحان؟ الله يوفقك يا يمه حبيبتي. زين بس تخلصين عاد مري على يدك المستشفى. اي راح اري، هاي لا تحاتين ان شاء الله. زين واذا تبين اي شيء كلميني اي وقت، لا تحاتين تليفوني معي ترى. ان شاء الله ان شاء الله يمه. ما علي يومين ان شاء الله بيرجع البيت، لا تحاتي ما في الا العافيه. يا رب الله يسمع منك يا يمه. تتابعين على شيء؟ سلامتك سمي بالرحمن يا يمه. موفقه يا رب. واللي يلا يا جاسم. واللي سلامتك يا يدي، ما يشوف شر. شر ما يك. هدى ما راح تداوم اليوم، حتى الامتحان ما راح تحضره. تقول كلش مو هامني. تبي صدق انا ما الومها، عشان انت ما تتخيل ايش كثر علاقتها بيدي وايد قويه. هدى وايد تعزه فوق ما تتخيل. يلا ما يشوف شر ان شاء الله. وترى ما اتمنى لها لك الخير، مع ان ادري انه ما يحبني ولا يحب امي. علي هشام يعني ردي ترى ريال عود، وبعدين هو عنيد وما يحب احد يكسر له كلمته، احنا متعودين كذي طول عمرنا، ما حد يكسر لأي كلمة. ابوي بعد عنيد، شنو يعني؟ زين وانت؟ انا شنو؟ يعني انت عنيد نفسهم؟ تبين الصدق؟ مرات عنيد، مرات على حسب الموقف يعني. زين. شلون؟ ترى ناطر اتصالك هذاك اليوم. بشرى شنو قال لك الدكتور؟ ما قدرت اشوفه، الطبيب عنده قاعد يكشف عليه. لا اله الا الله، الله يقومه بالسلامه ان شاء الله يا رب. اللهم امين. بس يمه بس يمه شلون يدي؟ قولي لي. بس حبيبتي والله اذا صار بيدي شيء راح اموت، راح اموت راح اموت. اقول لك هالدوام حبيبتي، لو تروحين الجامعه تمتحني مو احسن؟ ماي جامعه، اي جامعه يدي تعبان، تقولي لي جامعه ما في شيء. هيفا هيفا خليها، الدكاتره اكيد عارفين هذا يدها وبيقدرون ظروفها، خليها. السلام عليكم. السلام عليكم. هيفا طمنيني، شلون ابوي اليوم؟ ان شاء الله احسن اليوم. قولي. احنا لين الحين رحنا ما شفنا الطبيب عنده. انزين ايش قال الطبيب؟ ليش ما نقدر نشوفه؟ طولي بالك، طولي بالك، ان شاء الله ما اكل العافيه. ما حد ياكم؟ ما حد يعني حد مثل منه؟ فواز مثلا. فواز اي حد؟ لا لا ولا شيء، المهم انا ما اقدر اشوفه، ادخل عليه. ايه يلا. ايه بعد؟ يلا.
لا من صدقك لا من صدقك السالفه عندي مراقبين وادارات ليش توقع بيروقراطيه يشتغلون على طول لا ما له داعي توقيع قولي لهم على طول روحوا نبذوا يعطيك العافيه ها 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 شفيك شفيك شاهد عسى ما شاري ود لا لحظه 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 تعال خلي الميف تعال ها ها اوه كلش ما كنت اوازن تعال استريحي تعال حياك قديني ايوه خذي لك شاي مي عسى ما شرش فيك حاجيك انت مريضه اليوم فيك اي انا ما نمت نمس للحين ما نمت افا ليش عسى ما شر كنت بالمستشفى يدي حاشته جلطه يقوم بالسلامه ان شاء الله ما يشوف شر الحجي انت متعلقه بيدك الظاهر يدي هو اللي رباني ابوك متوفي الله يرحمه بالنسبه لي بحكم المتوفي ماني فاهم حكيك الغاز فهميني شنو يعني بحكم المتوفي ابوي وام عيال عم ابوي تزوج على امي وهجرها وانا من يومها ما شفته تالي يدي طرده من البيت الله يقوم يدك بالسلامة إن شاء الله وما يشوف شر أنتي بعد ما لا داعي تكملين الدوام تعبانة ولازم تروحين البيت ترتاحين قومي أنت من يساعدك قومي أنا أدبر نفسي قومي توكي على الله قومي يلا روحي بيتكم وارتاحي تبين أوصلك تعيد لا أمور طيبة يلا ما تشوفين شر يقوم بالسلامة إن شاء الله يدك تعالي المكتب أبيك والله أنا ما حاتي إلا هدى اليوم عندها امتحان بالجامعة وللحين ما راحت وهذا الاستشاري بيطول صار له ساعتين الحين هناك يعني ما عرفنا ايش صار خلي يطمنا قاعدين كذي ما نعرف شو السالفة ما عليه طولي بالك انت ادعوا له بس الله يشافيه ويعافيه الله يشافيه بس انا اقول خلينا نودي علاج بالخارج ما نبي يخلونه هني ويقعدون يلعبون فيه يا ايما انت من صدقك انا بهدل ابوي يا ايما الحمد لله اطبتنا ما فيهم شيء وكفو خلنا نصبر شوي نشوف النتائج ونستعيل وانصاج احنا لازم نطمن على عمي يعد نطمن عليه نعابل فيه بالطيارات وحالة حالة وإجراءات طويلة عريضة الله يهداك خلي يصحى هو بالأول بعدين نسوي اللي نبغي السلام عليكم وعليكم السلام بس في مريض اسمه عدنان عبد الرزاق في أي جناح بس عدنان عبد الرزاق؟ اي نعم ادعو له إن شاء الله ما أقول الله يشافي يا رب يبا هدى حبيبتي شفيك تبكين ضيقة خلقك أقول له العافية إن شاء الله خير إن شاء الله رب سبحانه وتعالى يطمنا وشافي وعافي بعدين سمعت أمك تقول له عندك امتحان يا يبا روحي امتحانك وقدمي امتحانك وصلحتك روحي مع جمال يا بنيتي عمي يدي تعبان شو تبوني اروح امتحن انا ما عندي بالدنيا هذه كلها الا يدي ولي رباني حبيبتي ان شاء الله خير ادعي لي انت بالشفاء ان شاء الله ورب سبحانه وتعالى يكرمنا يا رب خالي يا يبا شفيج شفيج قاعد تبكين الله يهداك ترى يدك ما في شيء ما في الا العافيه
ادعي له يا يبا ادعي له. بهالوقت هذا هو يحتاج الدعاء، يحتاج نوقف معاه، ما يحتاج دموعنا يا يبا. ان شاء الله الله يقومه بالسلامه يا يبا. انت اكيد قالك انت ما تقولي شو تسوي؟ انت ما عندك دم، انت ما تحس. جاي له لهنا انت شو تبتذبحه؟ سنين هو ما يقاتشك وغضبان عليك ويوم تعب جاي لهني، انت عبالك بيفرح بشوفتك؟ انت شي بتذبحه بتموته؟ امشي من هني امشي لا تقعد. خلاص يا خليه يمشي ما يقعد هني. ان شاء الله انا خليه. روح نطر. هيفا هيفا الله يخليك اهدى اهدى بس تعالي خليه يمشي. ان شاء الله انا خليه يمشي بس تعالي قعدي انتي. عبد الله تكفى تكفى. لا يا اخوي كلام هيفا صح، انا اخاف ابوي يشوفك ما يتحمل ويصير في شيء. انت روح وانا اطمنك عليه ان شاء الله. بس يا منيرة لي داخل مو بس ابوك وابوي. والله ادري يا اخوي ادري ادري، وانا ابيك تشوفه بس انت شايف حالته، اخاف انه ما يتحمل ينتكس علشان خاطري. روح وانا اطمنك عليه. عبد الله تدريش كثر كنت اتمنى تكون انت داخل ابوي بالبيت. ايمان بس ان شاء الله بفرح فيك قريب وانت داخل. عبد الله عبد الله اخوي عبد الله ما يخالف ما يخالف اعذرها. انا شان خاطري انا شان خاطري اعذرها. كلامها يعور صح بس ترى هي مو بوعيها، كلهم مو بوعيهم. الله يخليك امسح عفوي ما يخالف، انا غلطانه قلت لك. انا ان شاء الله راح اطمنك عليه. الو جمان وينكم؟ لا انت تردين ولا امي ترد، خرعتوني. زين قولي لي ايش سويتي بامتحانك؟ شنو يدي وليش ما قلتي لي؟ الحين هذيل من صدقهم ما خلوه يشوف يدي؟ أهل أبوك يا يمه هذيل ما عندهم قلب كلش، المفروض يفرحون ويستانسون بيية ولدهم، بس هذيل قاموا وطردوه وكدروا خاطره. واللي قاهرني عمتك منيرة تترجع عشان يطلع من البيت، تقول أخاف أبوي يشوفه ويصير فيه شيء، ولا كنا هذا ولده كنا عدوه. والله ما أدري شو أقول لك يمه. والله يا يمه أنا اللي ما أدري شو أقول لك. أهل أبوك على بالهم إن أبوك مسوي جريمة. أبوك ما سوى شيء، أبوك تزوج حاله حال باجر ييل على مرته، يعني له أول واحد ولا آخر واحد يسوي كذي. زوين الحين هو؟ من رد من المستشفى وهو ما له خلق نفسه. أنت ما شفته شلون فز قلبه يوم إنه درى أبوه طايح بالمستشفى، نسى كل اللي بينهم وراح لركض. يعني كذي حبيبي تأخر علي؟ الحين أنا طالبت لك الكرام باللي أنت تحبه، كذي تهدني بروحي؟ إيش تبيني أسوي؟ المفروض أنا ودي زوجتي الحين المستشفى حق يدها، والمفروض أنا بعد أروح معاها عشان أردها البيت، إيش أسوي؟ شنو شو تسوي؟ شنو شو تسوي؟
كل شوي مرتي 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 ترى أذيتني، كأنك أنت أول واحد وآخر واحد بهالدنيا يتزوج، يا خلي أحد من أهلها يردها. ما يصير ما يصير يبا، في أصول في سنة، المفروض أنا أروح معاها أزور يدها، هذا عميد العائلة، بعدين هم راح ياكلون وجهي ترى. لا حبيبي احنا نعرف السنة والدار، بس بعد عمري عاد شوف لك اي صرفه، قول لها ان انت بالعياده ومشغول وعندك حالات وايد، يعني يرضيك بابا تشي تهدني بروحي؟ لا والله ما يرضيني. انا ادري انه ما يرضيك بعد عمري. دوق هذه لحظه لحظه، ادري فيك تموت على الفراوله ويا الكاكاو. اي والله يا الله عافيه فدو، انا اللي ما يزعلني يا زتلك. زين بالمره بعد اشرب عصير برد على قلبك. معقولة ما رد عليك حتى بكلمة واحدة؟ يرد ايش بيقول؟ الظالم حسبي الله ونعم الوكيل فيه، خلاني على ذمته، لاني مرته ولاني مطلقة. يما لا تحري نفسك، مو زين عليك كذي، خلاص انسي الماضي. تعبت تعبت يا شهد، كل مرة أقول إن شاء الله يرجع، إن شاء الله يصير زين معاي، وكل ما علي بعد نساني أبوك، ولا عمره حبني ولا حس فيني. لا 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 يما، أنا أحبك وأنا أموت فيك، وأنتي أمي وصديقتي وكل شيء بحياتي، أنا إن شاء الله راح أعوضك على هالأشياء هذه كلها. حبيبتي يما حبيبتي. أنت اللي حبيبتي، أنت دنيتي كلها. قوة محمد ليش ما جيت المستشفى؟ كل اهلي سألوا عنك، فشلتني؟ قلت لك بالعيادة، المرضى اللي عندي شو اسوي فيهم انا هذول؟ بعدين تعالي دكتور اللي ماسك حالة يدش ترى وصيته، ان شاء الله ما عليه العافية. ايش دعوة عليك حتى ما يد ضليت عليه؟ وبعدين احرجتني مع اخوي وهو وصلني، كنا ما عندي ريل. انت ليش كل شيء عندك مصيبة؟ ليش كل شيء عندك دراما؟ ما جيت عندي شغل، مو قاعد العب بالسكة انا. انت جاي يصير لي براسك ما ترتاحين؟ لا مو كذي محمد، بس يعني انا كان ودي تحسسني ان انا من اولوياتك. شو احسسك؟ شو احسسك رزان راد؟ انا تعبان من شغلي، بدال تسوي لي لقمه اكلها قاعده تربربين علي، روح سوي لي شيء اكله. روح ليش ناطره خلصيني؟ ماني مصدق ان هذا الكورس الاخير، الحمد لله راح نفتك من الامتحانات. اي ما بغينا نخلص الصراحه. زين شنو بتسوي بالعطله؟ بتسافر ولا قاعد؟ لا لا ما راح اسافر. وانتي؟ ولا انا بقعد، احس ما تسوى السفره، كلها اسبوعين ويرد يبلش الكورس الجديد. الكورس الجديد عاد هذا اخر كورس لي بالجامعه، راح اشتاق حق اللي فيها وايد وايد. تدري فواز اخوي بعد هذا اخر كورس له بالجامعه، يعني بيخلص معاك تقريبا. شو يدرس فواز؟ يدرس بكليه العلوم، وخاطب هدى ان شاء الله اول ما يتخرجون راح يبنتون. الله يوفقه ان شاء الله. زين انا بروح. Thank you.
you.